متابعينا الكرام، مساء الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة تتأثر المملكة التدريجيا اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة بحالة جوية أو حالة من عدم الاستقرار الجوي. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن ينجم عنها هطولا للزخات الرعدية من الأمطار التي قد تكون غزيرة في بعض المناطق وخاصة في المناطق الجغرافية أو في نطاقات جغرافية ضيقة، الأمر الذي قد يتسبب بتشكل السيول المفاجئة وجريان الأودية والشعاب. تتركز هذه الأمطار في ساعات صباح يوم غد في المنطقة الجنوبية من المملكة بالإضافة إلى مناطق البحر الميت والأغوار الوسطى. خلال ساعات النهار تتسع رقعة هذه الأمطار الرعدية لتشمل أجزاء أوسع من جنوب المملكة وتمتد إلى بعض المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، ربما تطال أيضا بعض من هذه الزخات العاصمة عمان. تنشط الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية بشكل واضح، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث هبات قوية للرياح في مناطق الشفا غورية من الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية من المملكة، كما تؤدي هذه الرياح إلى أحيانا حدوث موجات من الغبار. تشتد الأمطار مع ساعات المساء والليل في المنطقة الجنوبية وتصبح مصحوبة بزخات من البرد، كما قد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم جبال الشراء، وتمتد هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى في وقت لاحق من ليلة الثلاثاء على الأربعاء إلى مدينة العقبة. توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، الأجواء تكون أقل حدة وأكثر استقرارا، بمعنى آخر الطقس يكون في أغلب الأوقات مستقر مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار. درجة حرارة الصورة هذه الليلة 6 درجات مئوية بوجه عام. درجات الحرارة العظمى متوقع يوم الثلاثاء والصغرى في مدن ومحافظات سنستعرضها بعد قليل، ولكن تنبيهات هامة بشأن الأحوال الجوية في المملكة. الانتباه من سرعة الرياح في المناطق المختلفة الشفاغورية، الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب خشية تشكل السيول، وضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع نسب الغبار في الأجواء. درجات الحرارة العظمى متوقعة الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء، سنبدأها شمالا من إربد 14-4، جون 13-5، في جرش 14-6، وفي المفرق من 16 إلى 5 درجات مئوية، وتتسم المناطق الشمالية بازدياد كبير في سرعة الرياح وحدوث الأتربة المثارة. المناطق الوسطى المملكة الزرقاء 15-6، في عمان 11-6، السلط 13-7، وفي مدب 12-5، وفي البحر الميت من 21-13 درجة مئوية. تزداد بشكل لافت فرص الأمطار الرعدية في منطقة البحر الميت، في حين تكون الأجواء سمتها الأساسية رياح نشطة وباردة في المنطقتين الشمالية والوسطى. أمطار رعدية في المناطق الجنوبية إجمالا في الكرك 12-6، في الطفيلة 12-6، في معان 13-5، في جبال الشرى من 10 درجات مئوية، في ساعة النهار تنخفض ليلا إلى 3 درجات مع فرص لزخات خفيفة من الثلج، وفي العقبة من 21-12 درجة مئوية مع أجواء مستقرة نهارا، ولكن تصبح هناك فرص جيدة للأمطار بعيدة منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء. في المناطق الشرقية من المملكة تكون في أرويشة 17-3، في الصفاوي 17-4، وفي الأزرق من 18 إلى 4 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.